طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلا بكم في دورة مهارات التربية الأساسية الجزء الثاني. في هذا الجزء سنتوقف مع مفهومين أساسيين في التربية، وسنتوقف أيضا مع مهارتين أساسيتين في التربية أيضا. أنا بعتبر المهارتين دولت والمفهومين دولت لهم خطورة كبيرة جدا جدا في العمليات التربوية، فمحتاج مزيد 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 من التركيز، ومحتاج كذلك مزيد مزيد من الانتباه والتفاعل الذي اعتدنا عليه من قبل. تعالوا كده نبدأ القصة جميلة. محمد الفاتح القائد المسلم العظيم كانت أمه تأخذه وهو طفلا صغيرا وقت صلاة الفجر لتريه أسوار القسطنطينية، وتقول أنت يا محمد تفتح هذه الأسوار، اسمك محمد كما قال صلى الله عليه وسلم. والطفل الصغير يقول كيف يا أمي أفتح هذه المدينة الكبيرة؟ كانت تقول له بالقرآن والسلطان والسلاح وحب الناس. وكذلك قامت بتربية ذلك الطفل حتى بلغ 20، فمات أبوه. دخلت عليه أمه ويبكي على أبيه فقالت أنت تبكي فماذا تفعل النساء؟ قم القسطنطينية بانتظارك. فأما القصة زي كده ممكن حضرتك تستخرج منها عبرة، تكون إيه هي العبرة دي؟ يعني ممكن إحنا نستخرج منها عبر كثيرة، محتاج حضرتك تتفاعل معايا وتقول لي عبرة، أو حضرتك تقول لي عبرة في هذه القصة. ما هي العبرة الواضحة في هذه القصة؟ تربية الأبناء على القرآن وحب الناس وأعد رائع جميل جدا، وراء كل رجل عظيم امرأة تحسب، امرأة تحثه على المضي قدما، رائع جدا. الأهداف الكبيرة، الشجاعة، توجيه الأم من الطفولة. أنا بعتبر المفهوم الواضح جدا في القصة هنا غرس الأهداف العظيمة، صح كده؟ بعتبر المفهوم الواضح هنا من التربية اللي بيتسمى في المفهوم الحديث التخصيص التربوي. وعشان كده هبدأ أتكلم عن التخصيص التربوي. تعريف التخصيص التربوي يقول هو تحديد الأهداف المنشودة في ضوء الإمكانيات، وتحديد طرق الوصول إليها والمراحل والأساليب والخيارات. ده تعريف التخطيط التربوي، إن أنا محتاج لابني لبنتي إن أنا يكون عندي هدف واضح قدام عيني أنا بسير إليه، بس الهدف دوت لازم يكون مناسب للإمكانيات، إمكانياتي أنا المادية وإمكانيات المجتمع الذي أحيا فيه، وكذلك إمكانيات الطفل، قدراته العقلية وقدراته المعرفية والمهارات التي عنده. كذلك تحديد طرق الوصول، هدف من غير طرق وصول، هدف من غير طرق وصول قد يصبح أمنية لا يعد هدف. كذلك تقسيم هذا الهدف، يبقى هحدد هدفي وهحدد في ضوء إمكانياتي وهحدد طرق الوصول وكذلك المراحل والأساليب والخيارات، عشان ما يكونش الهدف دوت في صنمية وفي تصلب، لازم يكون في خيارات، إن لم يأتي كذا فليأتي كذا. إذا نضمن الكلام عن التخطيط التربوي إن أنا أستخدم الإمكانيات وعيني على الواقع اللي أنا فيه، عارف إمكانية ابني، عارف إمكانية المجتمع اللي أنا بحيا فيه، وأنا أسعى إلى هدف. وأنا أسعى إلى هدف محدد. تعالى كده وتعالى حضرتك نخرج من التعريف ده أهم ثلاث أشياء، أهم ثلاث عناوين رئيسية في التعريف دوت. أهم ثلاث عناوين رئيسية في تعريف التخطيط التربوي اللي قدام حضراتكم ده. تحديد الأهداف، الإمكانيات، طرق الوصول، صحيح، تخطيط. أهم ثلاث عناصر في تصوري يا إخواني هو عنصر الهدف والوسائل والإمكانيات. عشان كده هبدأ أتكلم على الهدف. إيه الهدف في العملية التربوية؟ الهدف الأسمى للتربية الإسلامية هي تحقيق العبودية لله عز وجل. بس أنا عايز نفهم العبودية بمعناها الصحيح، مش بمعناها اللي هو صلاة وصوم وزكاة فقط، لا، العبودية مفهومها الشامل
بتجمع ما بين حسن التعامل الكامل مع المولى جل وعلا، عبودية لله يعني كمال الحب وكمال الذل ده مع الله عز وجل. طيب كذلك الإنسان اللي الشريعة عايزاه يخرج بتنظر إليه أنه كيف يتعامل مع نفسه، يزكي هذه النفس. قال تعالى قد أفلح من زكاها. يبقى أنا العبودية اللي ربنا أرضها مني أول حاجة في التعامل مع الله حب وذل، في التعامل مع النفس تزكية وتنمية وتطهير وتطوير للنفس البشرية. طيب في التعامل مع الخلق رحمة وإحسان وصبر على الأذى. يبقى أنا محتاج إن الهدف الإسلامي ده يكون واضح في ذهني، تحقيق العبودية لله عز وجل اللي هي حسن التعامل مع النفس، حسن التعامل مع المجتمع، وقبل هذا حسن التعامل وحسن العبودية لله عز وجل. طيب دكتور عبد الكريم بكار كان بيلخص في أربع عناصر في الصورة اللي قدام حضراتكم ديت: بناء الإنسان السوي المتكامل. أخذنا في مهارة التربية المتكاملة إن أنا محتاج عقل مثقف، ابني ما يبقاش عقله ضعيف، لا، عقل قوي مثقف يفهم معنى مهارات التفكير الأساسية. كذلك محتاج قلب سليم. يبقى تربية متكاملة يعني إيه؟ عقل مثقف، قلب سليم، جسم قوي، نفس مهذبة، علاقات اجتماعية راقية. يبقى دول كده الخمس جوانب التربوية اللي إحنا دايما بنتكلم عنهم في التكامل. يبقى ده العنصر رقم واحد. العنصر رقم اثنين بقول تكوين وتشكيل السلوك الإيجابي، تعديل السلوكات غير المقبولة. وده أمر عادي جدا إن الطفل يكون عنده سلوكات غير مرغوبة، ودوري أنا كمربي إن أنا أصلح وأعدل هذه السلوكات غير المرغوبة. مش هنتظر من طفلي إنه يفعل سلوك إيجابي على طول، لا، ده أنا بعلمه السلوك الإيجابي، وإذا رأيت منه سلوك غير إيجابي أنا أبدأ أعدل المسار. كذلك اكتشاف قدرات وتنمية الطفل. فنربي الجميع ونراعي المتميزين. يبقى أنا الهدف اللي عندي يا إخواني ننتبه جيدا: بناء إنسان سوي، تشكيل سلوك إيجابي وتعديل سلوك غير مقبول، واكتشاف قدرات، كذلك النهوض بالفرد والمجتمع والدولة والأمة. أكيد 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 المسلم لما يقرأ القرآن هيفهم إن هو مسؤوليته مسؤولية عامة، مش مسؤوليته عن نفسه بس، لا، ده هو مسؤول كمان عن المجتمع ككل. يبقى ده وضوح الهدف التربوي محتاج يكون واضح جدا في ذهني. طيب مجالات التخطيط، ودي قضية محتاجة نوع التركيز قليلا. أنا عندي ثلاث مجالات للتخطيط، يعني أنا قلت في خمس أنواع للتربية. قلنا في تربية العقلية، وقلنا في التربية الإيمانية والجسمية والنفسية والاجتماعية. طب عندي ثلاث يعني أعمدة رئيسية في التخطيط أنا بخطط فيها. عندي الجانب الوجداني. يعني إيه الجانب الوجداني؟ يعني المشاعر والقيم والعبادات القلبية والاعتقاد، الأمور الداخلية في ابني. محتاج إن أنا لما أجي أعلمه حاجة، مثلا هكلمه عن الصلاة، يبقى مطلوب إن ابني يفهمها من ناحية وجدانية، يفهم قيمتها ويستشعرها ويخشع فيها، يبقى العاطفة. جميل، الجانب الوجداني. طيب الجانب الثاني، الجانب المهاري، اللي هو المهاري، اللي هو الجانب ايه؟ الجانب الحركي. الجانب الحركي، يبقى انا في كل بند من بنود التربيه الخمسه انا براعي ان ابني يترقى في هذه الثلاثه، في الناحيه الوجدانيه اللي هي العاطفيه القلبيه النفسيه، وكذلك في الناحيه المهاريه اللي هي الحركيه، وكذلك في الجانب المعرفي اللي هو يفهم يعني ايه صلاه، ويفهم اركان، ويفهم شروط. كذلك لو عايزه يتعلم حاجه خارجيه، وليكن مثلا نقوله فن التواصل مع المجتمع، فنون التواصل، يبقى من حلو جدانية محتاج ان ابني يكون فاهم يعني ايه ومقدر خطورة التواصل الاجتماعي لو ضاع من عند الفرد، يكون مستشعرها وجدانية. طيب من حال مهارية يكون يعرف ازاي يطبقها وعنده القدرة على القيام بهذه الفنون التواصل. طب في حال معرفية يكون عارف يعني ايه اداب الاستماع، عارف يعني ايه اداب التكلم، عارف يعني ايه اداب النقد لو عايز ينقد قضية. يبقى دول الثلاث جوانب بيكتملوا مع الخمس اقسام للتربيه عشان يشكلوا عندي في الاخر تربيه متكامله، عشان يشكلوا عندي تربيه متكامله، جوانب متداخله. انا استطيع ان انا اصورهم لحضرتك. احنا لو عملنا جدول افقي وجدول راسي، لو حطينا في الجدول الراسي الخمس انواع التربيه، والجدول الافقي تربيه جانب وجداني وجانب مهاري وجانب معرفي، هتكتمل الصوره الذهنيه في عقلي وفي عقل حضرتك. طيب تعالى اسالكم سؤال كده، اقول لكم اهم جانب في الثلاثه دول ايه؟ اهم جانب في الجوانب الثلاثه، لا تستغني هذه الجوانب عن بعض. صحيح، الجانب الوجداني. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. صحيح، اهم جانب الجانب الوجداني. طيب تعالوا كده اسالوا
ونقوله المجتمع لما بيربي بيركز على انه جانب المجتمع وهو بيربي الابناء صح بيركز على الجانب المعرفي بيركز على المهاري. يعني اللي عايز ابنه يحفظ القران المفروض ان هو لو بيخطط هنا معانا كده يقول انا محتاج ابني من الناحيه المعرفيه يفهم قيمه القران يعني يفهم اداب تلاوه القران الناحيه المعرفيه، وفي الناحيه المهاريه يستطيع ان يطبق هذه الاداب، والناحيه الوجدانيه ان هو يكون جوه قلبه مستشعر عظمه وهيبه وفضل الله عز وجل عليه في القران. لكن احنا فعلا المجتمع بيركز جدا جدا على الجانب المعرفي ويكاد يكون بيهمل الجانب المهاري وبيهمل الجانب الوجداني. طيب تعالوا كده نساله مثلا، هل لو حبيت اعمل نمو عند ابني في الجانب الوجداني والجانب المعرفي والجانب المهاري، هل كل واحده تحتاج خطه ولا كلهم ممكن نمشي بيهم بخطه واحده؟ يعني كل واحد من الجوانب دول او كل واحده من الجوانب دول ليها الخطه المستقله بيها، ولا انا هعمل خطه للثلاث جوانب؟ خطه للثلاثه، انا غالبا محتاج يكون عندي فعلا خطه للثلاث جوانب زي ما حضراتكم ذكرتم، بس انا لازم يكون كل واحده لها خطه مستقله. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو فكرت في الجانب الوجداني، كيف هسال حضراتكم سؤال، كيف اعلم ابني قيمه الصلاه؟ اعلمها في قلبه، ازاي ازرع في قلبه قيمه الصلاه؟ ازاي ازرع في قلبه قيمه الاحسان للمجتمع في الناحيه الوجدانيه؟ ازاي ادخل الكلام ده في قلبه؟ اكيد الوسائل هتختلف عن ما لو سالت ازاي اخلي ابني يمارس الصلاه الجانب المهاري، ازاي اخلي ابني يمارس حسن التواصل الاجتماعي والذكاء الاجتماعي. هتختلف الطرق هنا غير الطرق هنا، والمحتوى المنهج هنا غير محتوى المنهج هنا. كذلك لو حبيت انمي في الجانب المعرفي هتختلف عن الاثنين اللي فوق. اذا كل جانب من الثلاثه دولت محتاج نوع من انواع التركيز، لان الاساليب هتختلف والطرق هتختلف والمنهج اللي هحطه الاصل ان هو كمان هيختلف. تعالوا كده نفكر مع بعض طريقه التطبيق. انا عايز اخطط لابني تخطيط قوي جدا، وعايز اخطط لبنتي تخطيط قوي، تخطيط تربوي. ممكن البعض يستغرب اصلا موضوع التخطيط التربوي ده، يقول انت هتحول البيت لمؤسسه، يعني انت كده حولت البيت لمؤسسه كاننا احنا مؤسسه اداريه. هل التخطيط التربوي صعب التطبيق ولا ممكن التطبيق؟ صح اكرم، صحيح البيت مؤسسه فعلا ممكن تطبيق هذه الاشياء. يبقى انا مش محتاج ان انا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع اجر وجزاء لحسن تربيه الابناء، الاجر والجزاء دوت مش هياتي الا عن مجاهده ومصابره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى جاريتين حتى تبلغ الحلم كنا له سترا من النار. انت متخيله الجزاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم حطه لك؟ جزاء ضخم جدا، فده محتاج بذل وسعي. فلذلك انا عشان اطبق مفهوم التخطيط التربوي محتاج اسال الثلاث اسئله اللي ايه اللي قام حضراتكم دول. اول سؤال، اين نحن الان؟ اين نحن في الناحيه الايمانيه، في الناحيه العقليه، في الناحيه النفسيه، في الناحيه الاجتماعيه، في الناحيه الجسميه؟ اين نحن؟ ابني فين؟ ابني فين في هذه الاقسام الخمسه؟ وبعد كده ابدا اسال نفسي، طب اين نريد ان نذهب؟ انا عايز اعلم ابني انه مهاره تحديدا. ما ينفعش الاهداف الفطاضه العايمه الكبيره ان انا نفسي ابني يبقى احسن واحد في الدنيا ونفسي ابني يبقى ناجح. المفاهيم الكبرى دي محتاجه ان هي تطبق بمهارات، تطبق ببرامج، تطبق بانشطه، والا لو تركت على عموميتها كده قد لا تجني ثمارها. يبقى السؤال الثاني، اين نريد ان نصل؟ تحديد الهدف. السؤال الثالث، كيف نصل الى هناك؟ استعانه بقى بالبرامج، استعانه بالانشطه اللي انا هبدا اخططها. لهذا انا تحت كاتب لحضرتك ان البرنامج اللي انا هسير عليه في كل جانب من الجوانب الثلاثه اللي فاتوا هو عباره عن هدف ومحتوى وطريقه وتقويم. هدف بحط مثلا قدامي، لو هقول مثلا ان انا هعلم ابني اساليب التفكير الراقيه، اساليب التفكير السليمه، يبقى الهدف ان يتعلم مثلا بلال اساليب التفكير السليمه. المحتوى ابدا مثلا ادرس له كذا وكذا، حددت محتوى معين، منهج معين اللي هو اساليب التفكير السليم، منهج طيب معين انا هدرسه له. الطريقه مثلا هعتمد طريقه الحوار، وهعتمد طريقه القصه، وهعتمد طريقه الانشطه. طب والتقويم؟ انا عايز اعرف هل فعلا الكلام ده وصل لابني ولا ما وصلش؟ هل حقيقه استوعب المقصود الذي انا اردت ان اصل به اليه؟ فهبدا اقول طيب التقويم ممكن اعمل له اختبار
عن طريق مناقشة، وممكن أنا ألحظ أعمل تقويم بنظري أنا بعيني أتأمل في حال ابني. يبقى يا إخواني التخطيط التربوي على الجوانب الثلاثة اللي احنا ذكرناها بالصورة اللي أمام حضراتكم دي، تعالوا كده نتناقش مع بعض إيه هي أهمية التخطيط التربوي؟ يعني في نظر حضراتكم احنا كده اتعلمنا إيه هو التخطيط وكيف نخطط، إيه هي أهميته بقى؟ مريم رائع، هو مثل البوصلة صحيح، كذلك الوصول للنتائج بأفضل الطرق، بناء شخصية الطفل على أسس سليمة، إعداد جيل مسؤول وقوي في القيادة، يوفر الوقت والجهد. كلام حضراتكم رائع جدا ما شاء الله. صحيح، يبقى أنا على قد تقديري وعلى قد فهمي لخطورة وأهمية التخطيط التربوي فأمارسه. طيب تعالى كده ناخد نشاط، كيف ستخطط لابنك مع القرآن؟ حط لي كده خطة في التعامل مع ابنك في القرآن. خطة صغيرة، يعني مش عايز إن حضرتك تذكر لي الزمن أو الوقت، لا أنا عايز بس حضرتك تقول لي أنت هتركز على إيه بالظبط. أول حاجة طبعا القرآن يعد في التربية الإيمانية، يبقى أنا فاهم القرآن ده تربية إيمانية. احترام السن أولا، صحيح سنراعي جانب السن أكيد، ولكن أنا محتاج إن حضرتك تنزل الكلام اللي إحنا أخدناه في التخطيط. أعرفه آية الأول من القرآن، لازم يعرف قيمة القرآن وعلو صاحبه. محمد كده أنت أصبت الكلام الصحيح، أستاذ محمد أنت كده أصبت فعلا الكلام الصحيح. أنا هبدأ أطبق الكلام اللي إحنا أخدناه. أنا محتاج ابني يعني يحسن التعامل مع القرآن على المستويات الثلاثة، المستوى الوجداني، المستوى المهاري، المستوى المعرفي. بعيدا عن التخطيط التفصيلي اللي حضراتكم بتتكلموا عنه، اللي هو تحديد وقت وتحديد كمية ومراعاة السن، كل ده يعني أشياء متفق عليها في التخطيط، ولكني أنا بقول إن الكلام ده مراجعة على الكلام بتاع التخطيط التربوي السابق. يعني أنا في تخطيطي لابن حفظ القرآن محتاج إن حضرتك تقول لي أيوه صح كده، أولا المستوى الوجداني، عايز أدخل القرآن في وجدان ابني، في قيمه، في عقيدته، في مشاعره. المستوى الثاني اللي هشتغل عليه مستوى إيه؟ مستوى مهاري، صح كده. محتاج إن ابني يبقى ماهر في القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، المهارة في القرآن. المستوى الثالث اللي هشتغل عليه مستوى إيه؟ مستوى معرفي، إن ابني يبقى فاهم أحكام التجويد العامة، فاهم الأصول العامة للتعامل مع كتاب الله عز وجل، آداب التعامل مع القرآن. يبقى أنا بخطط لكل قضية تربوية على الجوانب الثلاثة اللي احنا ذكرناها، جانب وجداني، جانب مهاري، جانب المعرفة. طيب تعالى نسأل حضراتكم كده سؤال، لماذا لا يخطط المجتمع؟ يعني المجتمع اللي احنا عايشين فيه غالبا فيه ضعف تخطيط تربوي. هو أصلا التخطيط التربوي كان يقصد به المنظمات الكبرى، المدارس والمنظمات التربوية الكبرى، ولكن أيضا يقصد به الأسر. فليه المجتمع ما بيخططش تربويا؟ نقص في الثقافة والوعي. عشان كده ده دور حضراتكم، انتم اهل الثقافة وانتم اهل الوعي. محتاج ان حضرتك اي مفهوم تاخده عندنا هنا في الدورة لازم تخرج بيه في المجتمع. عدم ادراك الاهمية، صحيح حضرتك فضل الله عز وجل عليك وفضل الله عز وجل عليك ان انت عندك فهم لأهمية هذه القضية. طيب اسباب نجاح الخطة التربوية، انا لو عايز احط خطة تربوية لابني تكون واضحة على المستويات الثلاثة، المهاري والجانب الوجداني والجانب المعرفي، عايز استعين بقى باسباب تنجح لي الخطه دي، اعمل ايه؟ المواظبه والاستمرار، معرفه قدره الطفل، الديمومه والمراجعه، صحيح مناسبه العمر وقدره الطفل، رائع جدا. التقييم ما شاء الله جميل. طيب السؤال اللي هسألكم تاني، كلام حضراتكم كله طبعا صحيح، الالمام بالوسائل والاستراتيجيات، صحيح جدا. طيب صفات صاحب الخطه التربويه، يعني لو حبينا نقارن كده بإنسان عنده خطة تربوية وإنسان تاني ما عندهش خطة تربوية، فبنقوله صفات صاحب الخطة التربوية هتجد عنده أكيد اتزان، هتجد عنده ثبات، هتجد عنده السير نحو هدف محدد، هتجد عنده بناء تراكمي، هتجد عنده نوع الثقة بالنفس. أكيد المعاني دي هتجدها واضحة جدا عند صاحب الخطة التربوية، بيقدر الوقت وبيحترم قيمة الزمن، انه مرتبط بخطه معينه، كذلك ما بيهدمش من جانب اخر. كيف نخطط او كيف تخطط لعلاقه لتعليم ابنك مهارات التواصل؟ عايز حضرتك كده تقول لي هتعلم ازاي ابنك او بنتك مهارات التواصل. ده اختبار اخير وهندخل فيه مفهوم تاني.
نفس المعنى اللي احنا ذكرناه. محتاج ان حضرتك تقول لي وانا بخطط لمهارات التواصل حراعي الجوانب الثلاثة، صح كده؟ اعزز الجانب الوجداني، عايز ابني يفهم يعني ايه ان انا احسن التعامل مع الناس، يعني ايه واقول للناس حسنى، يعني ايه تبسمك في وجه اخيك صدقه. المعاني الوجدانيه تبقى عنده قيمه، الاحسان للخلق قيمه، وحسن الصله بالناس تعبد لله. بعد كده الجانب المهاري، صحيح، عن طريق الجانب الثلاث، صح. حضرتك اختصرتي الكلام، ولكن كلام حضرتك صحيح جدا. اخر جانب، الجانب المعرفي، اللي هو يفهم يعني ايه الاصول، ويفهم يعني ايه القواعد في التعامل المباشر مع الخلق. تعالوا ناخد كده ضوابط التخطيط التربوي، ان تكون مرنه قابله للتغيير. اخطر الاشياء اللي ممكن تصيب خطه تربويه التصلب والجموديه. الانسان يكون حاطط خطه لابنه او لبنته، خطه قويه جدا ورائعه جدا، بس ما فيش فيها مرونه لازمه للعمليه التربويه. تستخدم بيتعامل مع الطفل كانه بيتعامل مع اله، لا، محتاج مرونه في التعامل مع الخطه التربويه، مرونه ما تضيعش من قيمه الخطه نفسها. كذلك ان تكون هذه الخطه شامله، شامله للجوانب الخمسه اللي احنا اخذناهم، وشامله للاجزاء الثلاثه في التخطيط اللي احنا برضه اخذناه. وان تناسب القدرات والامكانيات والحاجات، وان تصير رغبه الطفل وتتحول الى هدف له. وده معنى نجاح حقيقي في الخطه التربويه. لو استطعت ان انت توصل ان الخطه تكون هدف عند ابنك مش هدف عندك انت بس، انت كده نجحت بصوره كبيره جدا. ولو حضرتك نجحت ان انت توصلي ابنك لرغبه داخليه لحب هذه الخطه التي وضعتيها انت وهو، فقد نجحت نجاحا لا مثيل له. كذلك ان تلبي الخطه طموحات المجتمع وتحديات المجتمع، وان تعالج المشكلات التي ايضا يمر بها هذا المجتمع. كذلك ان تكون واضحه الصياغه، محدده الابعاد، وبعيدة عن ألفاظ الغموض. ركز جدا جدا على الضوابط دي عشان ما تضيعش وقت انك تحط خطة تربوية وتجد بعد كده فيها ثغرات، تجد بعد كده فيها خلل. لو رأيت هذه الجوانب ما أظن ان الخطة بإذن الله عز وجل يكون فيها ايه؟ أي خلل. تعال اسمعوا كده خصائص التربية. التربية كغيرها من العلوم لها أشياء خاصة بها. لها أشياء خاصة بها، يعني تتميز بها العملية التربوية. أنا هبدأ أسأل حضراتكم كده، التربية عملية إنسانية. ماذا تفهم أنت من هذه الكلمة؟ التربية عملية إنسانية، ده هيديك أنت قناعة بإيه، وهيديك معنى إيه؟ إيه اللي ممكن تستفيده من المعنى ده؟ مبنية على التراحم، تتعامل مع الإنسان رحمة ومحبة للأطفال. أن يكون فيها الحب أولاً. صحيح. أن يكون فيها معنى الحب. وأن يكون فيها معنى مراعاة احتياج الإنسان، الإنسان محتاج لتقدير، محتاج لاحترام، محتاج لنجاح، محتاج لتقبل، أن تراعي احتياجات هذا الإنسان. الإنسان في نشأته في التصور الإسلامي نفخة تراب، نفخة روح وقبضة طين، فمكون من إيه؟ من شقين، تراعي هذا التكامل في الإنسان، ما تكونش فيها إجحاف إن أنا أحط للطفل خطة تربوية مثلاً تكون كلها ناحية عملية، مفيش فيها أي جوانب ترفيهية. يبقى التربية إخواني عملية إنسانية. طيب التربية عملية متكاملة. تأمل كده في الصورة وقول لي حضرتك ممكن تتصور إيه من المفهوم ده. متكاملة منذ الطفولة. معنى صحيح لا بأس به. تستمر من النهد إلى اللحد. رائع. تغليب جانب على الاخر، فهو ده المعنى اللي في الصوره الواضح جدا. ان يعني انت عندك طفل دماغه كبيره جدا وجسده ضعيف. ده مثال الاب اللي بدا يركز في مهارات التفكير ويركز في الجانب المعرفي واهمل الجسد واهمل القلب واهمل معاني كثيره اخرى، اهمل النفسيه، فاصبح الطفل ده عقله ضخم جدا جدا ولكن على جسد لا يستطيع حمل هذا، حمل هذه الراس. طب المشهد الثاني اللي جنبه هتجد جسم ضخم جدا 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 ورأسه صغيرة. الأب مركز إن ابنه يكون شكله جميل ويكون جسده قوي، لكن لم يراعي العقل. الجانب الثالث أو الشكل الثالث تجد فيه نوع التوازن، وده اللي إحنا عايزينه. يبقى التربية عملية متكاملة متوازنة، الجوانب الخمسة في التربية تكون كاملة، والأجزاء الثلاثة في الأهداف أيضا تكون كاملة. التربية عملية هادفة. يعني لها غاية محددة
تسعى اليها، مش عمليه ارتجاليه، مش زي ما الموقف هيجيب بيا ان انا اتكلم في قضيه معينه هتكلم، او دوري انا كاب رد فعل. لا، انا كاب عارف، وكام انا فاهمه عايز اروح فين باولادي، عندي خطوات واضحه اثير عليها. يبقى التربيه عمليه هادفه وفيها تدرج. صحيح، رائع. طيب حضراتكم هتقولي لي يعني ايه التربيه عمليه تفاعليه؟ تربيه عمليه تفاعليه ممكن تدي لحضرتك معنى ايه دي؟ تحتاج لمشاركه. الاب الغائب او الام الغائبه، اطفال المفاتيح اللي مش يعانوا من يطن تربوي، يعني في صله حقيقيه بين الاب، في صله حقيقيه مع الام، كده ما حققش معنى التربيه. التربيه يا اخواني تواصل وتفاعل وبناء علاقه حميمه مع الابن ومع البنت، مع الاسره كامله. يبقى التربيه عمليه تفاعليه. ان لم يكن هناك تفاعل، مهما وفرت لي من مال، مهما وفرت لي من سبل تعلم، مهما وفرت لي من اشياء، ولم توفر له وجودك انت كاب او وجودك انت كام، فقد حرم هذا الطفل من معنى التربيه. طيب التربيه عمليه فرديه، ايه اللي ممكن تفهمه حضرتك او حضرتك من المعنى ده؟ التربيه عمليه فرديه، كل فرد له مميزاته، كل شخص له خصوصياته، صح؟ هو ده المعنى اللي انا اردته. التربيه التقليديه اللي هي بتعامل الابناء كلهم معامله واحده، دي تربيه لا تصلح. وانما التربيه يا اخواني عمليه فرديه، ممكن تعامل يصلح مع ابني ده، تعامل ثاني مع بنتي، تعامل ثالث مع ابني الثاني. يبقى انا محتاج ما امشيش بالقياده النمطيه، كله تعامل واحد وكله اسلوب واحد وكله اهداف واحده. لا، في فرق، في فرق. المولى جل وعلا جعل الخلق متفاوتين في القدرات، متفاوتين في الامكانيات، الفروق الفرديه. طيب التربيه عمليه اجتماعيه، ممكن تدي الحركة معنى ايه؟ اي تفاعليه. لا، تفاعليه احنا قلنا يعني فيها تشارك، لكن اجتماعيه دي تكون في مجتمعات، كائن اجتماعي ينشا تفاعلي، التواصل مع الاخرين. اردنا ان احنا نقوله من خلال التربيه عمليه اجتماعيه، ان المجتمع ليه اثر. المجتمع ليه اثر. يعني ايه المجتمع ليه اثر؟ يعني انا محتاج اهيئ لابنائي مجتمع طيب، من خلال دار تحفيظ القران طيبه، من خلال مدرسه راقيه، من خلال صحبه طيبه وجيران. بعض الاباء والامهات بيحاول لوجود البيئه الاجتماعيه المناسبه يحاول يضيق جدا على ابنائه، وده خطا. ده خطا كبير. لان التربيه لن تكون الا عبر تواصل اجتماعي، تشارك مجتمعي. يبقى في اجزاء كثيره بتشارك، او اماكن كثيره بتشارك معاك عمليه التربيه. لا للانعزال، لا لعدم الانخراط في المجتمع، لا، التربيه عمليه اجتماعيه. التواصل مع الناس والتفاعل مع الناس بينمي قدره ابني. تعالوا كده ناخدوا بقى اول مهاره معانا النهارده بعد المفهومين اللي اخذناهم، مهاره التقييم الفعال. كيف تنظر الى اعمال ابنك؟ قدم محمد اللوحه التي رسمها بنفسه لامه، ويبدو فيها اخطاء واضحه وبعض الخطوط معوجه. الام بعد ان تضحك وترفع حاجبيها استغرابا تقول الوانها غير متناسقه وفيها خروج عن الاطار وهذا معوج، ولا تلقي بالا بالجهد الذي بذله، ارجع قم باعادتها. ايه راي حضرتك في تصرف الام هنا؟ خطا، غير سليم، طبعا غير سليم. تعامل الام هنا مع ابنها، انا في مرض تقييم فعال محتاج انا وحضرتك نتعلم معنى ازاي ننظر لاعمال ابني حتى لو كان فيها خلل. حتى لو كان فيها خلل، مهاره التقييم الفعال بتقول لحضرتك ان انت كيف تنظر الى الافعال التي بذل فيها ابنك وقتا وبذل فيها مجهودا حتى ان بدا فيها اخطاء. ان تقدم ردا ونصيحه على عمل ابنك او انتاجه بطريقه مقبوله محبوبه، مع تقديم الفائدة التي تكسبه الخبرة والنضج وتحسن أعماله وسلوكياته ليستمر في تحقيق أهدافه. ده المعنى اللي عايزه من حضرتك، إن أنت ما تحتقرش مجهوده وإن قل، بل تبدي له النصيحة بعد أن تثني أولا على العمل، بعد أن تثني أولا على العمل وأن تشجع.
صحيح. أهمية المهارة دي وخطورتها خطورة ضخمة جدا، تحافظ على روح المحبة والتواصل، تخلي في تواصل بين حضرتك وبين أبنائك، وبين حضرتك وبين أبنائك، تخلي في ألفة قوية جدا، تمنح الابن والتلميذ الثقة بالنفس، تمنح الابن والتلميذ الثقة بالنفس، لأنه عنده القدرة أنه يفعل أشياء وتلقى لها قبولا في المجتمع. كذلك تشرك الابن بوالديه وتساعد على التواصل بينهما، بتعمل عملية تواصل جيد بين الآباء وبين الأبناء، كذلك تساعد على نضج الابن وتميز أعماله. أنا هقدم له نصيحة وتوجيه بأسلوب راقي ومهذب وجميل بعد أن أثني عليه، فده هيؤثر عند الابن في النضج. فعلم الابن كيف يبدي رأيه بذكاء اجتماعي، لأنه هيتعلم من أسلوبي. أنا لما هفخر من أدائه هو هيفخر من أداء أصحابه، وربما كان سبب في دفن موهبة المجتمع في انتظار لها، أو ربما أنت بتعجلك كنت سبب في هدم موهبة المجتمع والأمة تحتاج إليها. يبقى أنا بعلم ابني من خلال الكلام الطيب والتقييم الرائع، معنى أنه هو يتعامل مع المجتمع تعامل راقي. كذلك تشجيع الابن على الإنجاز والتطوير، كيف نطبق؟ أولا ابحث عن جوانب التميز والإحسان ونبهه عليها وذكره بها. أولا أول حاجة هبدأ أقول له والله أنت أحسنت أنك فعلت كذا وفعلت كذا، الجوانب الإيجابية في الفعل، وأن تبحث عن المشكلة والقصور إن وجد وتحدد المطلوب. عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي هو دخل المسجد وركع على باب المسجد، ركع على باب المسجد وعلى كده بدأ يمشي يمشي وهو راكع لغاية ما دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا؟ الصحابي قال أنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى التقييم بفعال، قال له إيه؟ قال زادك الله حرصا ولا تعب. شوف الكلام الجميل، زادك الله حرصا، أنت حريص على أن تدرك الركعة ولكن لا يصلح هذا. زادك الله حرصا تشجيع ثم التنبيه ولا تعب. كذلك أن تبحث عن المشكلة أو القصور إن وجد وتحدد الحل المطلوب وتقترحه. وجميل جدا ما يكون في هيئة اقتراح، برضك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة يتكلمون عن الغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف غسله على هيئة ان هو بيحكي عن نفسه. يعني مش لازم وانا بقول له رأيي في اللوحة او رأيي في عمله يكون بصيغة الامر، ممكن يكون بهيئة الاقتراح. يعني اقول له مثلا انا اظن والله يا معاذ ان انت لو عملت كذا وكذا اظن ده هيبقى افضل، اقتراح. كذلك ان تختم كلامك بالصورة التي سيصل اليها العمل من التميز والابداع بعد اجراء التصحيح والتحسين، هذا منك رائع، ولما تفعل كذا وكذا النصيحة سيكون العمل أكثر روعة وجمالا. ممكن أسأل حضراتكم سؤال؟ هل المهارة دي بتطبق في البيوت؟ مهارة التقييم الفعال هل بتطبق في البيوت؟ ونسبتها قد إيه؟ يعني نسبة المجتمع اللي بيطبق المهارة دي، نسبة الأفراد أو الأسرة اللي بتطبق هذه المهارة، نسبة أقل من 50 مش كثير. عشان كده احنا عندنا مشكلة في الإبداع، عشان كده عندنا مشكلة في التميز، مشكلة في القيادة، والله يا إخواني نتيجة عن أداء تربوي في البيوت، أداء تربوي خاطئ نتج عنه المشاكل اللي بيعاني منها المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية. تعالوا كده نتناقش مع بعض، لو أن ابنك عرض عليك تسجيلا صوتيا وهو يقرأ القرآن، يعني ابن حضرتك عرض تسجيل صوتي وهو يقرأ القرآن، أكيد هتلاقي بقى كلمة قرأها خطأ، آية نساها، حضرتك هتقيم إزاي؟ قل لي كده ممكن تقول له إيه؟ عدم اهتمام مجتمع تدريب الآباء، نحن والله نسعى إلى هذا. هقول له برافو عليك، ولكن تعالى نصحح معا بعض الأخطاء. أقول له صوتك رائع، جميل. أثني عليه صح كده، وهبدأ إن أنا أقترح التعديل وأختم بكلام حسن. طيب وجدت ابنك يحكي موقفا وحوارا بينه وبين معلمه ولك عليه ملاحظات إنه تجاوز في بعض الألفاظ مع معلمه، تخيل بقى الموقف ده، ممكن بعض الآباء يستثار. نحتاج برضك أنفذ خطوات المهارة زي ما اتعلمنا وزي ما سمعنا مع بعض، إن أنا هأثني عليه، هشجع،
هقدم اقتراح وبعد كده هبدا اقول له ان العمل ده سيختم بصوره راقيه جدا. كذلك لو لاحظت ابنك يخطئ في حركات الصلاه، هو بيصلي ولكن بيخطئ في حركات الصلاه، يبقى انا محتاج اقول له انا سعيد جدا جدا وقلبي مليء بالفرحه ان شافك بتصلي، وقد ايه ربنا ممكن يكون بيحبك عشان حضرتك بدات تصلي الصلاه الجميله دي، ولكن محتاجين نصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي. يبقى انا هبدا اثني عليه ثناء، ثم في طي الثناء او في اثناء الثناء لو اقدم له الاقتراح. ضابط هذه المهاره ترحب به عند عرض العمل ولا تؤجل النظر فيها. لما ابنك يجي يقول لك مثلا او بنتك تيجي تقول لحضرتك ايه رايك في العمل اللي انا عملته ده؟ ما ينفعش الله روحي دلوقتي انا مشغول مش قادر، ابقي ارميه بعدين، يعني انت هتعملي ايه جديد؟ لا، محتاج ان انا اتقبل واخد الموضوع باهتمام. كذلك لا تبدي تكلفا في الثناء. دايما اخواني الفضيله يعني بين رذيلتين، يعني انا محتاج يبقى يكون عندي انضباط دايما في المهارات وفي الفضائل. ان انا هاثني عليه بس من غير مبالغه، لا تبدي تكلفا في الثناء. كذلك حاول تساله عن السبب او وجهه النظر لجانب من جانب عمله. ممكن تكون انت ليك اقتراح معين بس هو ليه وجهه، فممكن اساله انت كان ايه مقصودك من حضرتك لو انت مثلا كذا من دون كذا، او ايه مقصودك من انك حرف عنك كذا. كذلك يا اخواني ان احسن، ان احسن تماما ولم تجد ملاحظه فاثني عليه وادعو له. لو جت عمل رائع مش لازم بقى تصبر نفس الكلام اللي قلته، ما دام ما فيش اخطاء في العمل يبقى انا هبدا اثني على هذا العمل وادعو الله جل وعلا ان يوفقه ويتقبل منه. المهاره الثانيه اللي معانا يا اخواني مهارات او مهاره التوجيهات التربويه، ودي مهمة جدا 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 محتاجة منك انتباه ويقظة. الآباء والأمهات وهم يصدرون الأوامر بوجه متهجم صارم وعيون تشع غضبا وصوت مرتفع يشبه الرعد وكأنهم على استعداد للقتال، يجعل الطفل يحمي نفسه ويقاوم هذه الأوامر ويرفض ويتمرد أو يلجأ إلى الطاعة المؤقتة في انتظار الفرصة الذهبية لفعل ما يريد. ده مشهد كتير من الآباء لما يجي يدي لابنه توجيه. أنا في المهارة دي بقول لحضرتك إزاي تدي توجيه لابنك؟ إزاي تطلب منه إنه يعمل حاجة؟ الصورة النمطية اللي إحنا ماشيين عليها علو الصوت والغضب والشدة، هذه ليس هذا هو التوجيه التربوي الذي نأمل فيه. شرح المهارة دي بتقول لحضرتك إيه؟ أن تقدم الأوامر والنواهي بطريقة مهارية تتسم بالذكاء والحرفية وبطريقة مقبولة تحترم الطفل فيها. يعني انا مش هحوله الاله بينفذ او ان هو جندي وانا قائد، لا، مراعاه عقليه الطفل، مراعاه نفسيه الطفل عند اصدار اوامر، مراعاه كرامه الطفل واستقلاليه الطفل، كل دي معانا محتاج ان انا اجرسها في قلب الابناء. فليس المطلوب ان تكون عسكريا وابنك جندي في كل شيء ويصبح الاب ويصبح الابن متلقي سلبي للافكار. اهميه هذه المهاره يا اخواني دعم فرص الاستجابة. يعني الأمهات النهاردة بيأمروا الأبناء بأشياء معينة ممكن الابن ما ينفذش. طب أنت لو استخدمت مهارات التوجيه أنا أقول لحضرتك إن أنت كده بتضاعف إمكانية الاستجابة. يعني بتزود في إمكانية الاستجابة. كذلك هتعلم ابنك لغة راقية في التوجيه. ابنك ممكن بكرة يبقى مدير، ممكن بكرة يبقى قائد. فلما أنا أوجهه بصورة زي ما إحنا هناخده أنواع التوجيه، لما اوجهه بالصور ديت هو هيتعلم كيف يتعامل مع المجتمع. كذلك بتجد الانسان اللي تربى على التوجيه بعلو الصوت يمارس هذا في العمل، فانا بعلمه لغه راقيه خلال التوجيه الفعال. كذلك تجنب الاوامر الجامده او تجنب الاوامر الجامده التي تؤدي للتنمر وللتمرد وللعناد وغياب مهاره التوجيه اخواني يربي على ضعف الثقه والانقياديه. مشكله ازمه ضخمه جدا بنعاني منها لو مارسنا هذا الاسلوب التوجيه. انتبه جيدا في كيف نطبق هذه المهاره عشان دي هي بيت القصيد. يعني انا محتاج حضرتك وانت بتوجه لابنك التوجيه اول حاجه توجهه للامر الهادي. الامر الهادي اللي هو ايه؟ اللي هو انا نفسيتي كمربي لا اخرج عن شعوري ولا اخرج عن الاطار الهيبه والوقار اللي المفروض اكون عليه. فالامر الهادي ممكن يكون امر هادي عن خلال قصه. يعني انت لو تاملت في القران المكي هتجد ان هو مفيش فيه امر مباشر، كلها ايات بتحكي عن
قصص معينة، والإنسان هو بيسمع كده لوحده بياخد قرارات، بيسمع لوحده كده بياخد قرارات. أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، إلى آخر الصورة ما فيش فيها أي أمر، بس الصورة تخليك لوحدك تقوم تعمل حاجات كتيرة، تخليك تحسن المجتمع. الأمر الهادئ اللي هو ما فيش فيه خروج عن السيطرة، ما فيش فيه خروج عن الالتزام الانفعالي المفروض الإنسان يكون عليه. الأمر الهادئ، كل ما المربي حافظ على اتزانه وعلى هدوءه، كل ما كان أولى بالاستجابة من قبل الإبن. كذلك النهي الحكيم، النهي الحكيم اللي هو عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يتكلم عن الاستئذان، فالصحابي قال إيه، أأستأذن على أمي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم استأذن على أمك. فالصحابي بدأ إيه يرد يقول يا رسول الله إنها أمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن على أمك، يعني قبل ما تخش عليها الأوضة تخبط الغرفة تخبط. فقال يا رسول الله إنها أمي، شوف بقى الإقناع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتحب أن تراها عارية؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. النهي الحكيم إن أنا ببدأ أقول له ما تعملش كذا عشان كذا، وانتبه لفعل كذا عشان كذا، بفسر له وببين له الأمور، مش بقول له نهي بس كده، نهي مجرد لا، يعني لا تلقي القمامة خارج لا تلقي مثلا قسم الموز في الأرض، لماذا؟ حتى لا يؤذى بها أحد، بفسر له الكلام. كذلك الأوامر بالأسئلة، أنا هبدأ أسأله أقول له هتذاكر إمتى؟ تكتب الواجب دلوقتي ولا كمان شوية؟ ببدأ أسأله هترتب الغرفة، متى ترتب الغرفة؟ أمر عن طريق السؤال أحسن من أمر عن طريق الإكراه والصراخ. أمر عن طريق السؤال زي قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، في الكلام عن الخمر والميسر، فهل أنتم منتهون، سلوك سؤال، ولكن بتحمل معها الأمر، تحمل معها الأمر. الأوامر دي كلها أعجب حاجة أنها جاءت يعني أمثلة لها في القرآن، وأصل الرب جاي من المربي، يعني انتبه لأساليب تربية الله لخلقه، تربية الله لخلقه كيف يعني يدعوهم إلى العمل، وهو الخالق. يبقى الأمر بالأسئلة، إن أنا حابب أقول له تترتب غرفتك إمتى، وقلنا زي قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون. في أمر تاني، أمر بالمشاركة، إن أنا حابب بقى أقول له تعالى نذاكر، أقعد أذاكر أنا شوية وهو يذاكر، أنا بذاكر في أشياء معينة وهو بيذاكر في أشياء تانية، أو تعالى نظف الغرفة وأبدأ أنظف أنا فعلا الغرفة، أو الأم وبنتها تعالي نظف الغرفة، تعالي نغسل الأطباق، يبقى في مشاركة. حديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوف بقى معنى الاقتداء ومعنى تنفيذ الأمر، ومعنى إن أنت بتاخد أمر وفاهم إن المولى جل وعلا بيأمرك به، وهو الخالق العظيم يفعل هذا لا يظلم الخلق. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فأنا عايز أقول لحضرتك كده إن أنت هتدي ابنك أمر معين محتاج إن أنا ممكن أشاركه فيه، أعمل معه هذا، أقوم معه بعمل هذا الأمر. كذلك الأمر بالاختيار، أقول له مثلا حضرتك هتلبس الأول البنطلون ولا تلبس الأول القميص؟ أقول لابني هتذاكر الأول ولا هتلعب الأول شوية؟ هتراجع الأول ولا هتذاكر الأول؟ أخيره. كذلك الأمر ده ورد في القرآن، الأمر المخيرة اللي هي كفارة الأيمان، فإطعام 10 مساكين مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أسلوب الاختيار يدي شعور بالثقة، يدي شعور بالأريحية، إن ابني لما يختار هو بنفسه الفعل هيكون أشد تحمسا له. كذلك الأوامر الحازمة، جمعنا أمر هادئ وأمر حكيم وأمر بالأسئلة وأمر المشاركة وأمر بالاختيار، لكن في أمر حازم إن أنا هقول له اعمل كذا، لأن المربي ينبغي أن تكون له هيبة، اعمل كذا وقت اللزوم، أكيد وقت اللزوم، ولكن مع نظرة المربي الحكيم، نظرة المربي الحكيم اللي هي ما فيهاش إجحاف، ما فيهاش إن أنا بخرج الطاقة الداخلية اللي عندي بفرغها في أبنائي، طاقة الغضب، أو أنا يعني مهموم لأمور معينة أبدأ أخرجها في الأبناء، لا، الأمر الحازم يحتاج إلى فطنة وإلى حسن استخدام. كذلك الأوامر المفسرة، افعل كذا، ذاكر من أجل أن تنجح،
يعني نظف الغرفة لأن الله يحب النظافة. أوامر مفسرة لأقدمها لابني أيها الأفضل. تعالوا كده نخضع التقييم الذاتي دوت وأحاول أسمع آرائكم فيه. أنا هقرأ على حضرتك استبيان التبيان، ولو أنت موافق بقوة أو لو أنت موافقة بقوة تكتبي ثلاثة، ولو موافق بس أو موافقة بس تكتبوا اثنين، ولو لا أوافق أكتب واحد. جميل؟ لا تنتقل القيم إلا عبر علاقة حميمة. اللي موافق بقوة يكتب ثلاثة، والموافق يكتب اثنين، والذي لا يوافق يكتب واحد. جميل. لا تنتقل القيم إلا عبر علاقة حميمة. أكيد موافقة بقوة إن القيم فعلا لا تنتقل أبدا، لأن القيم لا تفرض. القيم لا تفرض. صعب إن أنا لا أوافق. القيم يا إخواني لا تفرض. القيم في المجتمع وفي الأفراد تبنى وتستقبل. تبنى وتستقبل تترقى، ما تتخذش حقن لا يحقن بها المجتمع أو لا يحقن بها الأفراد أو لا تؤخذ بقوة الأفراد. عشان كده هتجد إن بعض الأسر الطيبة المحترمة الرائعة بتحاول تفرض القيم على الأبناء، فيجيب ده رد عكسي، إن الابن ينفر من الإسلام وينفر من القيمة اللي الأب بيحاول يفرضها عليه فرضا. لا، القيم يا إخواني لا تفرض وإنما تبنى على علاقة حميمة. السؤال الثاني أو الاستبيان الثاني، المربي الأكثر نجاحا هو الأقل استخداما للعقوبة. المربي الأكثر نجاحا هو الأقل استخداما للعقوب. رائع جدا. هي خطورة التقييم الذاتي دوت إن حضرتك تعرف قناعاتك الشخصية التربوية عاملة إيه. السؤال الثالث، الجو الأسري المحفز أهم ما على الأسرة توفيره لأطفالها. الجو الأسري المحفز أهم ما على الأسرة أن توفره للأطفال. رد الفعل السريع تجاه أفعال الطفل كثيرا ما يكون خاطئا. رد الفعل السريع تجاه الطفل كثيرا ما يكون خاطئا. عشان كده محتاج ان انا ايه نوع الهدوء والاتزان. اكثر ما يدمر الاسره شعور احدهم ان الحوار لن ياتي بثمره. موافق بقوه. اكثر ما يدمر الاسره شعور احد افراد الاسره ان الحوار لن ياتي بثمره. طيب بقول التربيه الجاده التي تقوم على الفعل لا على رد الفعل. التربية الجادة التي تقوم على الفعل لا على رد الفعل. أنا سعيد اللي بيكتب اثنين وواحد، بس أنا محتاج أنتبه إن دي قناعة عندي خاطئة. لو ما كنتش كاتب موافق بقوة يبقى أنا كده القناعة دي عندي محتاجة للتعديل. الأسرة هي مصدر أمتع اللحظات وأشد الآلام. تربية الابن الأول تهون عليك تربية باقي الأبناء. لو احسنت في تربيه ابنك الاول او بنتك الاولى سيهون عليك هذا تربيه الابناء الاخر. جميل. اذا عومل الطفل بالتسامح فانه يتعلم العفو. ما شاء الله رائع. اذا عومل الطفل بانصاف فانه يتعلم العدل. انا اردت يا اخواني من خلال التقييم ده ان انا الفت الانتباه لمعنى ان انا اراجع قناعاتي وراجع الاشياء التي عندي، الافكار التي ربما تكون خاطئه. التربيه مبنيه على قناعات قويه، مبنيه على مهارات قويه، لازم اراجعها باستمرار ولازم اقوم على تحسينها كل ما امكن. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.